نقدم لكم انا بنيابه عن بنتي فرح، كتشجعكم كتقول لكم انا مشاركه وكنامن بالله والنبي والرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنبغيو الذكرى تدوم وتبقى الى يوم يبعثون. لازم 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 الجدر دابا الاصل ترجع الاصل، والبلد الطيب يخرج نباته طيبة، والبلد الخبيث يخرج نباته خبيث. فهمتي؟ هذه من السلاله ديالنا، حنا كنا معاشرين هنا راه زياده وخلق هنا. وهي بنتي دابا حضرت ليها، دابا انا كنت عزري بحالكم، وحنا تزوجنا ولينا دابا جدودها، وكنبقاو نبغيو ديما نبقى نحافظوا على يعني ما دمنا حيين وحنا متشبتين بها، معتصمين بحبل الله مزيان. وهذه بالمناسبه اصغر مشاركه في هذه المناسبه النبويه، وعندها يلاه شهر وزادت مع ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع الزياده ديالو، وتا هي مع الزياده ديالو دابا بقينا متشبتين بها. حنا هذه سميناها تقريبا فرح، لان فرحانين بهذه الذكرى، فرحين بها سميناها فرح. بغينا نسميوها ميلودا، والوالده ديالي ميلودا قالت انا باقا في حيه، يعني سموا لي فرح. قلت لها ما كاين ما احسن من فرح، هو اللي غيشبع فينا يوم القيامه، خصنا فرحانين به ديما متشبتين به ديما، مهما فعلنا من دونه من سيامات، هو يوم القيامه تيقول امتي امتي. وكي بغيت احنا تتخلوا ما نقولوش نبينا رسول الله عليه وسلم وصحبه اجمعين.